راديو نيل لسه مكمله معاكم خلود نادر وكلمني زي ما بكلمك على نغمه في ام وحكايه اماني النهارده. حكايه اماني بتقول ايه؟ اماني بتقول انا تعرضت لصدمه من جوزي وده لما طلقني فجاه بعد سنه من جوازنا من غير ما اعرف اي سبب. وداني عند اهلي وبعت رساله لاهلي وقال ان هو هيطلقني. حاولت اوصله باي طريقه، عمل لي بلوك على كل حاجه. انا مش عارفه انا عملت ايه، تعبت قوي من الحياه وتعبت من الجواز، ما بقتش واثقه في نفسي، قولوا لي اعمل ايه. وعشان كده معانا دلوقتي المعالج النفسي دكتور إيمان عبد المجيد. ألو. ألو، مساء الخير. مساء الخير دكتور إيمان، زي حضرتك؟ الحمد لله. منورانا على نغمة في أم. وأعتقد أنه يعني بيحصل كده لأماني، وأماني كتير موجودة في حياتنا يعني. وحضرتك كمان قلتي لي أوف آير برا الهواء أنه مش بس كمان الست ممكن يحصل لها كده، ممكن كمان يحصل للزوج كده، أن زوجته تختفي وتبقى طالبة الطلاق برضو بدون أي مبررات أو بدون أي أسباب أو بدون أي مقدمات. هل يعني في مبررات أنه زوج أو زوجة يختفوا فجأة ويطلبوا الطلاق؟ بصي، خلينا نقول ان هي مش مبررات قد ما هي تفسيرات. يعني تفسيرات السلوك ده مفسر له تفسير، مش ده معناه ان هو مبرر، لا خالص. مفيش اي تبرير ولا اي مبرر يشفع لحد ان هو يختفي فجأة من حياة حد، كما لو كان لايك جوست يعني كما لو كان شبح فجأة يختفي، فجأة يحسسني ان انا مش موجودة، كما لو كنت ان انا كنت على هامش الحياة بالنسبة له. مفيش اي مبرر لده، لكن في اسباب، في اسباب كتير لضعف الشخصية، عدم القدرة على المواجهة، مش قادر ان هو يواجه، ما عندوش التعاطف، ما كانش محمل بالحب الكافي اللي يقدر يخليه يساعده ان هو يحافظ على حاجة زي دي او على علاقة مقدسة زي دي، وخاصة لو ما كانتش بقى خطوبة او علاقة عابرة، علاقة عاطفية عابرة، لا ده كمان ده جواز، ده جواز بالظبط، جواز جواز يعني ده احنا بنقول عليه في الدين ده ميثاق غليظ. فانت يعني بتفكه بمسج لايك ان هو لا شكرا، ما ينفعش نبقى مع بعض، مش لعب، لا ده كده الموضوع بجد يضايق، لانه بيحسس الطرف الثاني واتيفر بقى كان ميل ولا فيميل، راجل ولا ست، بيحسسه بالرفض، بيحسسه بعدم الاستحقاق، بيحسسه بعدم القبول، ودي احاسيس ثقيله قوي قوي، طبعا ثقيله قوي على اي حد اكيد. وده اللي هي حاسه بيه دلوقتي اماني، يعني اماني ما بقتش واثقه في نفسها. ممكن تكلمينا عن الاثار برضو النفسيه الناتجه عن الاختفاء المفاجئ يعني في العلاقه او في الحياه الزوجيه؟ ايه الاثار النفسيه اللي ممكن اي حد يتعرض لها ويتخلص منها ازاي؟ هي صعبه قوي الاثار، الاثار بتكون صعبه قوي وتقيله جدا، لها ثقل كبير قوي، لان هي بتبقى لايك تروما زي ما انت قلتي في الاول خالص، وانت بتقدمي انت قلتي ان هي اتعرضت لصدمه، هي فعلا صدمه قاسيه جدا. احنا بنقول على صدمه الفقد بتبقى صدمه كبيره جدا، وخاصه لما يكون الفقد ده بقى غير مبرر كمان. يعني انا مش شايف له سبب، انا ما عملتش حاجه طول الوقت، هتلاقيها يروح هي عماله تسال نفسها هو انا عملت ايه بالظبط، انا بس بالزبط. انا عندي انت ليه سايبني يعني؟ طب يا ريتك نهيت العلاقه دي ومشيت وحطينا نقطه، لا انت سايب لي علامه استفهام. علامه الاستفهام دي بتسميها، عارفه اللي هي بتعملها زي توليد افكار كده، سنه تبقى علامات استفهام كتيره قوي 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 في دماغها. طب انا غلطت في ايه؟ طب انا كنت صح ولا غلط؟ طب ايه اللي حصل؟ انا مش فاهمه حاجه. انت بتسيبني كده في دوامه الاسئله دي وخلاص، فالموضوع بيبقى صدمه نفسيه قويه جدا، محتاجه انها تتكلم، محتاجه انها تروح لحد، تروح لاخصائي نفسي او استشاري نفسي يساعدها في ده، تطلع ده، لان اثاره بتبقى قويه جدا، واحيانا لا قدر الله بتوصل لحاجات صعبه قوي. يعني ده ممكن يدخلها في حاله اكتئاب، وممكن الموضوع يتفاقم يبقى اعلى من كده. طيب حاجه تنصحيها بايه برضو؟ يعني عايزين نصيحه كده. طبعا لازم تروح اكيد لاخصائي نفسي لو هي تعبانه قوي، بس ايه النصيحه اللي ممكن تقدميها لها دلوقتي والكل اللي جرب التجربه دي الصعبه دي؟ هو لكل اللي جرب التجربة دي يعني خليك حاطط ده، يعني دلوقتي احنا بقينا في العصر اللي احنا فيه دلوقتي بقى وارد جدا ان ده يحصل لنا، فاحنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما ندخلش اصلا علاقة من البداية احنا مش مطمنين، مش حاسين بالامان فيها كفاية. اكيد بصي، فيه دايما يعني الناس اللي عندهم personality disorders او اضطرابات نفسية بيكون في اشارات والله وفي علامات تحذيرية كتير، بس احنا اللي بنقول لا هيتغير، لا هيبقى كويس، ميبي تكون وهو خطيبها كان بيحصل كده، كان بيختفي بالايام وما تعرفش عنه حاجه، وبعد كده يرجع طبطري وخلاص الموضوع يتحل وتعدي عادي. اه
بس في علامات تحذيريه بتبقى من قبل كده موجوده، احنا اللي بنتجاهل الاشارات الحمراء دي وبنقول اتس اوكي الدنيا نمشي الدنيا وخلاص، بس ده ما ينفعش. لازم نركز جدا في العلامات دي. بالظبط، لازم نركز جدا في العلامات دي، لازم ناخد بالنا. لكن دلوقتي بما ان خلاص يعني ذات وات هابنز بالنسبه لاماني، انا رايي الشخصي كاستشاري نفسي ان هي تحط الاولويه ليها هي، لنفسيتها هي ولصحتها النفسيه، وان هي تدور ازاي ان هي تبقى احسن، ازاي ان هي تتخلص بس من الاثار النفسيه اللي عندها اللي حاصله لها بسبب التروما دي. لان وقت ما تنفع انها تتكلم، ينفع انها تتكلم وتخرج، ده هتقدر ان هي تفكر بشكل منطقي او بالعقل المنطقي الواعي، هتقدر أكيد. بعد كده لكن طول ما هي أكيد. محمله بالمشاعر دي مش قادره. اكيد. انا بشكرك جدا المعالج النفسي دكتور ايمان عبد المجيد، نورتينا وافدتينا، ميرسي جدا لحضرتك. سعيده ان كنت معاكي. ميرسي ليكي جدا، شكرا.